رأيك بقى يا حدق إن ابن الحلال موجود؟ مين ده؟ مستني بس تشاور له بصباعك. قصدك مين؟ قلبه مولع ملهلب وآخرة المتمة بيسك عليها الشبابيك، خد بالك من عرسان آخر الزمن. قصدك مين؟ حنفي؟ هو بعينه. انت عارف خناقة الصبح دي كانت علشان ايه؟ بيغير عليها من النسمة، مش طايق حد غيره ابدا يشوفها. بقولك ايه، يلا نجوزهم لبعضيهم، خلينا نرتاح من وجع الدماغ. انا كنت عايزك في كلمتين. تحت امرك يابا. استنى. راح فين؟ انت هتدوخنا في ليلتك دي ولا ايه؟ اصبر، في لفه ناقصه. شوف بقى حنفي، انا دلوقتي كبرت واشيتنا بقت رضا، وانت دلوقتي علمتك وبقيت راجل متعلم وساقط ابتدائية، والحمد لله. الحمد لله. ناقصنا ايه بقى؟ ولا حاجة يابا. ازاي؟ لازم تتأهل. اتأهل يعني اخد الابتدائية يابا؟ لا اكروديا. انت هتستعبل ولا ايه؟ تتجوز. اتجوز؟ لا انا ما اتجوزش، انا اتجوز واحدة ست. امال يعني تتجوز واحدة معزة؟ يابا انا ما اقدرش اتجوز، انا لسه صغن. لا ما انت صغنن ولا حاجة. وبعدين خلاص انا خطبتلك نواعم. انا لا يمكن اتجوز نواعم يا بابا. ليه؟ ناقصها ايه؟ ما ناقصهاش حاجة يا بابا، بس انا ماليش نفس للجواز، عندي حموضة. امال ربنا خلق البني ادمين والحيوانات والطير ذكرا وانثى ليه؟ مش عشان يولدوا ويستولدوا والكون يعمر؟ يعني هو كون مش هيعمر لما اتجوز انا؟ قد يكون، ثم انا وعدت امها خلاص. اسحب كلمتك يابا، انا راجل ولازم تاخد رأيي في كل حاجة. هو انا بت؟ يعني انت يرضيك برضك ان ابوك يسحب كلمته؟ ما تسحبها انت، هتعمل لنا فيها يا راجل. طب ما انت قليل ادب صحيح. ما تستحملش الهزار. قليل ادب صحيح. طب على الطلاق ان ما اتجوزتها لكون حارمك من الميراث. امرك يابا. امري ايه؟ تتجوزها ولا احرمك من الميراث؟ هتجوزها. فله فله يا فلافل. نعمين يا معلم. بصراحه بقى فله، الولا حنفي طلب مني ايد البيت وانا وافقت. نواعم خدامتك جريتك، بس انت مستعجل على ايه؟ قولي له يا عمي.